المناعي. الجهاز المناعي جهاز يمكن اهم جهاز في الجسم، واكتشفنا مؤخرا ان هو بالفعل اهم جهاز في الجسم. ايه هو الجهاز المناعي الاول، يعني تعريفيه كده، وبيشتغل ازاي، وبعد كده ندخل على الامراض. تمام. الجهاز المناعي هو خط الدفاع الاول لجسم الانسان ضد الامراض المعديه. نعم. لما بيهاجم جسم الانسان اي ميكروب بيتكون ضده اجسام مضاده تحمي الجسم من اصابه بهذا المرض. المناعه دي قد تكون مكتسبه عن طريق الاصابه بالمرض نفسه، بيدي مناعه، او عن طريق تطعيم الطفل ضد المرض نفسه بيكون ضده اجسام مضاده، او عن طريق ان الام تدي للطفل جزء كبير من الاجسام المضاده، وده بيحصل في اشهر الحمل واثناء الرضاعه، او تكون مناعه ذاتيه ان هو اللي هو جسم الخلايا المخاطيه اللي في الانف وفي الصدر دي بتفرز افرازات بتقضي على الميكروب قبل ما يخش الجسم، دي بتسمى مناعه ذاتيه. المناعه المكتسبه ان احنا بندي للطفل المناعه عن طريق ان احنا اما نطعمه ضد المرض نفسه، او ان هو يصاب بالمرض ماشي، فيؤدي ذلك ان هو ياخد مناعه ضده مدى الحياه. نعم. تمام. او ان الام تدي للطفل جزء كبير من المناعه، وده بيحصل اثناء الحمل واثناء الرضاعه. يعني البناء القوي اصلا للمناعه منذ الحمل. تمام. منذ الحمل ورضاعه الطفل، الرضاعه الطبيعيه. الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه للطفل مهمه جدا لتشكيل جهاز المناعه. تمام. ماشي. لبن الام، الرضاعه الطبيعيه لبن الام مهم جدا لتكوين جهاز المناعه للطفل. ما سبحان الله، يعني ربنا ما بيقولش حاجه بالذات يعني اول رضعه، اول رضعه يعني دي في حاجه اسمها اللي هو الكلوستر دي، يعني طبعا لازم يقعد سنتين يرضع رضاعه طبيعيه. واحنا دلوقتي الست بقت تختار شكل الولاده من سيزيريان ولا طبيعي، وتختار ترضع ابنها ايه، طبيعي ولا صناعي. تمام. وكله ينصحوها يقول لك لا 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 هتتعبي وترهقي ادي صناعي، يعني اقصد دايما بنستسهل الحياه. والاستطار بإدخال الاغذيه للطفل الرضيع ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى ظهور امراض مناعه مبكرا في الاطفال. طيب خلينا بقى ايه مع ظهور الامراض المناعيه المبكره لدى الاطفال من سن قد ايه، يعني الحالات اللي حضرتك بتشوفها يعني اعكسها لنا عشان برضو نستفيد، يعني ايه دلوقتي الامراض المناعيه اللي عند الاطفال، وبعد كده نطلع للكبار. تمام. طبعا في امراض بتبقى مناعيه وراثيه ده بتولد بيها الطفل، وفي امراض بتكتسب من الطفل بادخال اغذيه الفطام مبكرا زي الحساسيه. الحساسيه دي برضو يعتبر مرض مناعي، بس بيتكون اجسام مضاده معينه بسبب ادخال الالبان الابقار او الاطعمه الصلبه للاطفال. نعم. قبل عمر سنه بتؤدي تكوين اجسام مضاده، المفروض الاجسام المضاده تتعامل مع الاجسام الغريبه فقط اللي بتخش جسم الانسان. نعم. نفاجئ ان الاجسام المضاده دي بتتعامل مع كل ما هو الاتربه حب اللقاح ماشي، وتكون ضدها اجسام مضاده، والاجسام المضاده دي تفرز ماده اسمها الهيستامين تؤدي الى حدوث اعراض الحساسيه. حساسيه مختلفه الانف والصدر والجلد. والحساسيه دي يعتبر مرض مناعي؟ مرض مناعي يعني الارتكاريا مثلا، الطفل بياكل موز بيحصل له تورم في جسمه وتورم، ده مرض مناعي. اجسام مضاده بتهاجم الموز، بيتعامل مع الموز كانه جسم غريب عليه. عكس اي طفل تاني. يعني الطفل الطبيعي بياكل موز ما يحصلوش حاجه. الطفل اللي عنده حساسيه من الموز جسمه كون اجسام مضاده بتتعرف على الموز كانه جسم غريب عليها، فيبدأ يهاجمه، يفضل يهاجمه ويحصل طفح الجلد والتورم اللي بيحصل له. كذلك حساسيه الصدر بيتعرف على الاتربه وحبوب اللقاح وشعر القطط والحيوانات على انه جسم غريب عليه، ويحصل بقى يتكسر ويحصل افراز مواد معينه، المواد دي بتؤدي الى ضيق في الشعبات الهوائيه والازمات الربويه المتكرره. فعلا. وفي بعض الحالات النزلات الشعبيه والنزلات الرئويه بتؤدي للوفاه. تمام. يعني موضوع الحساسيه مش سهل، يعني ان يبقى عنده فعلا اجسام مضاده ضد ماده معينه، عشان كده دايما بيقول المبيدات غلط والحاجات كلها، الرش اللي بيرشها دي حاجات غلط، حتى البيت اللي بيبقى فيه طلاء يعني يكون لسه منظمين البيت جديد او عاملين دهان جديد، فممنوع برضو ان الطفل يعني يشم الروائح دي ان بتعمل له حساسيه. يعني ابتدينا نعرف معلومات وابتدينا عندنا وعي اكتر. شرط استجابه الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي شرط استجابه، يعني استجابه غير طبيعيه. نعم. للمسبب. في بقى امراض بقى اسمها ان الطفل يولد بنقص في الاجسام المضاده. ماشي. ودي طبعا بتؤدي بقى ان هو يجي له نزلات شعبيه وامراض متكرره. ودي بنعمل له تحاليل اجسام مضاده في دمه بنلاقي ان عنده الاجسام المضاده قليله جدا، فبالتالي ما بتقاومش المرض ما بتدافعش. عكس امراض المناعيه اللي هي فرط الاستجابه زي الحساسيه، الاجسام المضاده بتبقى عاليه. فتهاجم الجسم الغريب وتحصل تفاعل مفرط للحساسيه. طيب يعني المناعه شقين، يعني فرط استجابه ونقص في الاجسام المضاده. طيب احنا يعني خلينا كده نقسمها اثنين، ان هو منذ الحمل والولاده والرضاعه والفطام دي اهم مراحل انت كأم بتقدري تدي لابنك المناعه الجيده ان هو يقابل الحياه بقى، يقدر يواجه كل صعوبات الحياه. بعد كده لما بيبقى في سن المراهقه يعني 13 14 16 كل ده لغايه ما يوصل ل 20 سنه. تمام. بنلاقيهم ما بيتغذوش كويس. تمام. ما بياكلوش كويس، اي حاجه صحيه هم ضدها بالفطره. تمام. يعني تقول لهم لبن يبقى لا، تاكل خضار يبقى لا، يشتغلوا بقى في المكيفات والقهوه والنسكافيه والحاجات دي كلها. يعني اقصد الحاجات دي برضه هل بتضر المناعه؟ يعني هل عدم التوازن الصحي والاكل الصحي بيعمل ايه؟
طبعا بيعمل خلل مناعي في جسم الطفل تمام فيؤدي اصابته بالامراض المتكرره. لازم الام وجبه الطفل بيبقى فيها عناصر غذائيه معينه اللي هي اسمها التغذيه المناعيه. نعم. يعني في اغذيه معينه مثلا دي بتقوي جهاز المناعه للطفل. اللي هي عسل النحل. ايوه. التوم. الاوميجا 3 اللي هي موجوده في الاسماك او زيوت السمك، اوميجا 3 دي برضه حاجه كويسه جدا لتحفيز جهاز المناعه للاطفال والكبار. حتى بقت مشهوره دلوقتي في الاوميجا 3، اوميجا 3 دي حاجه ماده معينه بتبقى موجوده اكتر في الزيوت الحيوانيه زي زيت الاسماك، خلاص دي بتحافظ جهاز المناعه. طب بقينا نسمع دلوقتي مش بس اوميجا 3، يعني فتره قعدوا اوميجا 3، لكن دلوقتي بقينا نسمع عن اوميجا 3 و6 و9. تمام. ايه الفرق يعني هي مشتقات اجيال مختلفه بس كلهم مشتق من مشتق واحد وده بيحافظ جهاز المناعه. تمام. وكذلك عنصر الزنك بيحافظ جهاز المناعه. خلاص. وعسل النحل. عسل الابيض ولا الاسود؟ العسل النحل الابيض. سؤال بدائي لان في ناس تقول لك انا ما بحبش العسل الابيض خالص. مضاد للالتهاب قوي جدا. في مواد مضاده للالتهابات ومواد تحافظ جهاز المناعه. تحافظ جهاز المناعه. معلقه عسل نحل يوميا بنحط عليها ربع ليمونه. دي بتدي مناعه كويسه جدا للاطفال. فيتامين يعني سي مع العسل النحل مع الليمون. انا عايزه اقول ان يعني ده بيفيد اكتر كمان فصل الشتاء، يعني في نزول المدارس والجامعات وكده، فلو لو حد فعلا خد معلقه العسل دي بالليمون اكنه بالظبط خد علبه انتيبيوتيك. تمام. صح كده. طيب مناعه طبيعيه وتغذيه طبيعيه، ما فيش اثار جانبيه وما فيهاش ضرر صحي. مش ادويه. في سؤال مثلا جاي لنا على الفيسبوك بيقول لك انا ممكن اكل اكل صحي جدا بس اعيش في بيئه ملوثه جدا، يعني الناس اللي عايشه في العشوائيات والناس اللي عايشه في في الشوارع الشعبيه والناس حتى اللي عايشه في التكدس السكاني، حتى لو في مناطق راقيه لكن بتلاقي في تكدس في الشارع، يعني في ما فيش راحه ما فيش خضره حواليك. فهل لو انا اكلت كويس وعايشه في بيئه مش كويسه برضه هيبقى جهاز المناعه عندي ضعيف؟ تمام. الاستريس بتاع الحياه، ضغوط الحياه نفسها، الازدحام، تلوث البيئه، كل ده بياثر اثار سلبيا على جهاز المناعه للانسان. طب نعمل ايه؟ احنا عايشين في القاهرة، نحاول على قد ما نقدر على فترات يبقى في يغير جو الانسان ما يقعدش في المنطقة الضيق اللي هو قاعد فيه. يعني فعلا الناس اللي يعني اللي مش عايزين نقول اوروبا كل شوية والدول اللي بره، لكن بس مش اوروبا بس، يعني حتى في بلاد عربية زي لبنان وغيره، لبنان بياخدوا مثلا الويك اند ده مقدس. يعني تلاقي البلد كلها طالعة بتتفسح على الجبل في الخضرة والمية، يعني اقصد حتى الاجازة اللي احنا مستخسرينها في نفسنا دي مفيدة صحيا. جدا. العامل النفسي مهم جدا جدا على الجهاز المناعي، الانسان اللي عنده اضطرابات نفسيه وقلق وتوتر وستريس كبير جدا ده بيأثر على جهاز المناعه بالسلب، يقلل اكسام مضاده فعلا. يعمل اكسام مضاده. بيقللها فيبقى عرضه اكتر ان هو المرض يهاجمه بدون مقاومه. طب احنا اتكلمنا عن عنصر جيناتكس وعنصر بيئي وعنصر مكتسب، احنا اللي بناكل غلط واحنا اللي مش عايشين صح. طيب لو سيبنا الجينات لان دي حاجه جينيه يعني غصب عني. لكن في نقطة يعني أنا كنا بنتكلم قبل كده في موضوع أمراض نساء برضو، كنا بنتكلم عن الطفل اللي بينزل معاق، فكان الدكتور بيقول إن في حقنة بتتاخد عشان بتعمل أجسام مضادة الطفل الأولاني تجمع الدموي في المشيمة مع الطفل الثاني أو الثالث يجي إصابة. حقنة الار اتش. الار اتش. ده بتبقى الأم ليها فصيلة دم معينة مخالفة للطفل، فتؤدي إن أجسام مضادة بتروح للطفل فتحصل تحلل دموي للطفل. نعم. فإحنا بنقيب الحقنة الار اتش دي بتبقى أجسام مضادة جاهزة بتقي كرات الدم اللي يحصل لها تحلل في الطفل. تمام. وده بيحصل الطفل الاول بيعدي، الطفل الثاني بيحصل هجوم الاجسام المضاده بيحصل تحلل في دمه وممكن يؤدي لوفاته. عشان كده بنديله الار اتش عباره عن اجسام مضاده. دكتور اصعب حالات الجهاز المناعي او الاجسام المضاده او الامراض المناعيه، اصعب الحالات اللي احنا عايزين نعرفها. يعني سمعنا عن مرض مناعي خطير اسمه زئبق الحمر. تمام. ولغايه دلوقتي برضه في تعتيم شويه معلوماتي عن هذا المرض. تمام. يعني اللي اعرفه ان المرض ده بيعمل دمور في الاطراف وعدم حركه. الزئبق الحمراء مشكلته ان هو قد يصيب اي جزء من جسم الانسان، اي عضو. اي سوب الكلى، سوب القلب، سوب الرئه، سوب العين، سوب الوجه، سوب الجلد. ده خطورته يعني. ان الجهاز المناعي بتاع الانسان بيتعرف على الجسم نفسه كانه جسم غريب عليه، يعني يتعرف على الكليه لانها جسم غريب، بيكون اجسام مضاده ضد الكليه فيبدا دلوقتي يهاجمها. وتبقى درجات على حسب حده المرض، قد يصيب الكلى، قد يصيب القلب، قد يصيب الرئه، قد يصيب الجلد ويعمل ارتكاريا ويعمل طفح جلدي في الوجه والجسم. ماشي. فهو اضطراب مناعي ان الجسم الجهاز المناعي بتاع الجسم بيتعرف على خلايا الجسم على انها حاجات غريبه عليه اول مره يشوفها. طب وده بقى ليه علاج دلوقتي يا دكتور ولا لسه برضو امراض الزئبق الحمراء؟ والله على حسب درجتها، درجات بسيطه منها بتتعالج بالكورتيزون وفي ادويه معينه للمناعه بتصب بجهاز المناعه. درجاته الخطيره بقى بتحتاج عنايه اشد شويه. طب ايه تاني من الامراض المناعيه الخطيره اللي ناخد بالنا منها؟ الزئبق الحمراء والامراض المكتسبه. الامراض الخلقيه طبعا دي بتحتاج اجسام مضاده، يعني احنا بيجي لنا اطفال كتير جدا عندهم نقص الاجسام المضاده جي، ده
على طول باستمرار بيتعلق له حقن اجسام مضاده لان هو مولود خلقيا ما عندوش اجسام مضاده دي. فده على طول كل شويه بيجي لنا في دور التهابات رئويه متكرره. تمام. وطبعا التطعيمات دي مهمه جدا جدا للطفل لتقييم الامراض. ودي تعتبر برده خط دفاع اول للطفل. ايوه التطعيمات. بس دكتور ثلاث ارباع التطعيمات دلوقتي بقت تطعيمات خاصه، يعني وزاره الصحه مشكوره طبعا يعني ماشي بتعمل اللي عليها في حدود ميزانيه الوزاره، لكن ثلاث ارباع التطعيمات بنلاقيها يعني في المعهد حضرتك في المصري واللقاح وغير مصري واللقاح بنلاقيها باسعار مختلفه ومش موجوده، يعني اخر مره مش فاكره كان في تطعيم ايه مش موجود اصلا في مصر. هو مشكله نقص التطعيمات دي مشكله اقتصاديه اكبر. بسبب ميزانية الدولة والتصنيع والاستيراد من بره حاليا. تيفود اعتقد اللي ما كانش موجود. التيفود ما كانش موجود والجدير المائي ما كانش موجود لفترة. الجدير المائي ما كانش موجود لفترة. بس هي الدولة بتدعم الأمراض المميتة. ماشي يعني هي ميزانية الدولة بتوفرها الأمراض المميتة، في مرض ممكن يكون مرض خطير ومرض مميت، الأمراض اللي بتدعمها الدولة اللي منظومة الصحة هي أمراض مميتة. الأمراض التانية ما بنقللش منها، هي خطيرة بس ما بتأديش الوفاة لدرجة ما يعني الجدير المائي ما بيأديش الوفاة، هو مرض خطير بس ما بيأديش الوفاة، فالدولة لا تدعمه أو هيخش في منظومة الدعم على فترات. يعني الدولة كل كام سنة بتدخل مرض إن هو تدعمه وياخد تطعيم ضده. تمام. هي حاليا بتدعم الأمراض المميتة. اللي زي؟ يعني شل الأطفال، التهاب الكبدي، الحصبة، الثلاثي. طيب دكتور في ناس كتير اليومين دول بيفكروا يطلعوا عمرة آخر 10 أيام من رمضان، طبعا ربنا يكرمهم يا رب وربنا يعني يكتبها لنا. مرضى نقص المناعة ننصحهم بإيه؟ أيوه في طبعا السن الكبير وفي كمان ناس بتاخد أطفالهم يعني وفي مرض الكورونا اللي منتشر جدا في السعودية اليومين دول، فهل يعملوا يطلعوا ولا ما يطلعوش؟ ولو طلعوا يعملوا ايه؟ ايه الاحتياطات اللازمة؟ الكبار السن الطبيعيين يطلعوا ما فيش مشكلة وياخدوا تطعيم الانفلونزا قبل ما يطلعوا. كبار السن اللي عندهم مشاكل في المناعة ماشي، مرضى السكر، مرضى القلب. أيوة. ماشي، مرضى الغسيل الكلوي اللي هم عندهم مرضى فشل الكلوي اللي بيغسلوا كلى، دول اللي عندهم اجسام مضادة ضعيفة قليلة بسبب تكرار الغسيل الكلوي، دول ما انصحهمش انهم يطلعوا. طب ومرض لان دول اكثر عرضه للاصابه بالكورونا، ولما يصابوا بالكورونا بيبقى الموضوع فيه خطوره عليهم لان الجهاز المناعي ما بيستحملش فتؤدي اغلب الحالات اللي توفت بيبقى عندهم اصلا امراض مزمنه وعندهم نقص مناعه زي السكر والضغط وامراض القلب والشرايين. السكر والقلب ومرضى الفشل الكلوي ومرضى الربو وحساسيه الصدر، ان هو كورونا بيسبب التهاب رئوي. لان حتى ممكن يكون انت عندك اساسا مرض صدري بس ما تعرفش. تمام. يعني ساعات بنلاقي ناس يقول لك اصل انا بيجي لي احتقان من الحر، بيجي لي انسداد في الجيوب الانفيه، اصل انا صدري بيقفل. هي يمكن تبان مصطلحات بدائيه وبسيطه. تمام. لكن ده بيدل على ان في مرض بس مش ما اتشخصش لغايه دلوقتي. دول ممكن يروحوا بس متابعه، لكن اللي هو عارف نفسه ان هو عنده مريض رابو وبياخد بخاخات وكبار السن عموما بيبقى عارف هو مريض مزمن، لكن ملهاش تطعيم. الكون لحد دلوقتي ماليش تطعيم. ملهاش تطعيم لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي ماليش تطعيم. طيب وهي مرض قاتل. مرض ميت، فشل كلوي، التهاب رئوي. فشل كلوي على طول. بس هو الحالات الوفاه اللي سجلت لاشخاص عندهم امراض مزمنه. مش اشخاص طبيعيين. بس يعني الطبيعيين اصيبوا بس خطر ابعد عن الشر وغني له، يعني ما دام انا حاسس ان ممكن يبقى في خطوره على صحتي. تمام. اتجنبها. ودي حاجه شرعيه. اي وقت يكون الدنيا فاضيه واقدر يعني اعتمر كده وانا مبسوط حتى مستمتع بالمناسك الاعتمار. طيب الدوله لحد ما ان هو لو الموضوع وصل لدرجه وباء هتمنع الحج والعمره، لان دي فتوى شرعيه ان هو هيبقى ناقل للمرض بيعرض نفسه للوفاه وبيعرض غيره لما يرجع من السعوديه يرجع لمصر ياذي مراته وولاده، ممكن ياذي غيره ضيوفه، ياذي الناس اللي هيجي يزوروه، ياذي البلد. طيب دكتور الامراض المناعيه اللي بتتنقل عبر العلاقه الزوجيه. تمام. او الاتصال الجنسي عموما. تمام. ايه؟ الايدز طبعا اولهم، الاتش اي جي اللي هو الايدز، ده من ضمن حاجات اسمها امراض مناعيه المكتسبه. الفيروس ده بيسيب جهاز المناعه ويؤدي طبعا ان هو يدمر جهاز المناعه تماما والاجسام المضاده. ده اهم. في بعض الامراض غير الايدز، يعني الايدز احنا بنسمع عنه بقالنا سنين او كتير قوي. تمام. يعني طب بمناسبه ان احنا برضو جبنا سيرته، هل في توصل مثلا للعلاج؟ يعني بقى في مراحل للعلاج دلوقتي؟ لا، ولا حاليا لحد الان ما فيش الا طبعا اللي هو الجهاز اللي هو لسه حديثنا تحت التجربه ان هو يعالج فيروس القوات المسلحه. لكن عالميا ما فيش اي حتى جهاز مسلح تحت البحث والدراسه. وبيقولوا ان في نتائج كويسه بس هو لسه ما ظهرتش للنور ان هو نتائجه فعلا. نتمنى طبعا ان لو في جهاز بيعالج الامراض المناعيه دي. تمام. يبقى طفره يعني في العالم كله مش بس في مصر. تمام. بقيه الامراض المناعيه المخصصه بالاتصال الجنسي شبه تماما انعدمت، هو ما فيش الا الايدز. ما فيش. ومنتشر طبعا. منتشر بره، لان طبعا الاتصالات الجنسي المحرم منتشر في الدول الاوروبيه اكتر، فهو منتشر في اوروبا والدول الاوروبيه اكتر.
نسبة انتشاره في مصر قد ايه يا دكتور؟ وبدون رد دبلوماسي. بصي نسبة انتشاره في مصر بيقال ان بقى نسبة عالية في مصر اكتر عن طريق نقل الدم مش عن طريق مشاكل مهم قوي. لان انا كنت هجيب يعني كنت رايحة على طول انقل لحتة نقل الدم. نقل الدم في مصر لغاية دلوقتي بيتم مصر تعتبر دولة محافظة لحد ما فالموضوع نقلانه عن طريق السفر الجنسي مش منتشر زي نقلانه عن طريق نقل الدم. تمام. نقل الدم في مصر عشان يمشي بشكل صحي يعني انا كان لسه من كام يوم يعني حد بيسالني برضو بما ان انا بعمل برنامج طبي فبياخدوا المعلومه. انا رايح اشتري دم من مستشفى فعايز اوديها مثلا كان في يعني واحد عامل حادثه فقلت له لا لازم تروح تحلل الكيس الدم حتى اللي واخدها من المستشفى. هل ده صح؟ هقول لحضرتك حاجه يعني طبعا في مستشفيات وزاره الصحه مفيش التقنيات الحديثه ان احنا اللي هو تحليل البي سي ار ما بيتعملش على كل كيس ماشي. حتى مستشفيات حكوميه او مستشفيات خاصه هقول لك بنتكلم على الكل. كيس الدم الامن هو موجود في المركز الرئيسي اللي هو في مصر واللقاح بس تكلفه كيس الدم غالي شويه بسبب ان هو بيتعمل عليه تقنيه البي سي ار يعني التحليل نفسه. يعني انت اتبرعتي ما بتروحش العيان الا ما تعمل له هل هو عنده فيروس سي او بي او ايدز ولا لا. طب دكتور يعني كيس الدم مثلا في المصري واللقاح بكام؟ بيوصل 300. 300 ولو في المستشفيات الحكوميه لو في متبرعين مش هيبقى 100 وشويه؟ 100 وشويه 300 وشويه والمكان خسران لانه تكلفته غاليه ده بعد دعمه كمان ده بعد الدعم. بس بيتم عليه كام كافه الفحوصات ويعني بيبقى خارج امن تماما. احنا بنشي طبعا الدوله ان خطه الدوله الفتره الجايه تعميم فكره ان تحلل جهاز الدم بالتقنيه الحديثه دي خلاص قبل هم بيتحللوه بس بيحاولوا بتقنيه ما بتثبتش تماما اللي هو بالشرايط ان هو حاجه اسمها الرابت ان هو عنده سي ولا بي ولا ما عندوش. لكن دي طبعا مش نسبه نجاح حوالي 50-60% مش اكتر. لكن البي سي ار ده دقيق جدا بيسال هل في فيروس في كيس الدم ولا لا، في فيروس سي في فيروس بي في ايدز ولا لا. طيب دكتور طرق الوقايه بقى يعني بس قبل ما نقفل ملف المناعه هل نقدر ندخل الانيميا ضمن الامراض المناعيه؟ لا هي ضمن امراض سوء التغذيه. سوء التغذيه وطبعا سوء التغذيه العام ده بيؤدي لنقص المناعه. نقص المناعه تمام. طيب دايما دلوقتي يعني بيشغلوا المشاهد على جميع الفضائيات والاعلانات التجاريه اللي احنا بنشوفها بيشغلوه ويوهموه ان اشرب ده يقوي الجهاز المناعي، اشرب ده ينشط الجهاز المناعي. يعني جهاز المناعه دلوقتي بقوا بيلعبوا عليه لو عليه بيحطوا يقول لك الزبادي بيحتوي على الاوميجا 3 والفطريات مش عارف ايه الموجوده عشان المناعه عشان الاطفال عشان الزوج عشان الزوجه. طب ايه اكتر حاجه يعني بتقوي فعلا جهاز المناعي طبيا وعلميا مالناش دعوه بتجاريه؟ لا مهم ان من الطبيعه العسل النحل والثوم دي حاجات الطبيعيه. الثوم يعني فاكر حضرتك زمان من كام سنه كده ابتدوا كانوا مطلعين دواء الثوم اللي ياخده على الريق ده وبعد كده طلع الموضه وبعد كده خلصت الموضه جدا لجهاز المناعه. دي حاجات طبيعيه. الحاجات طبعا الثانيه الاوميجا 3 دي موجود في الاغذيه بس دلوقتي صنعت في صوره كبسولات يعني مثلا هو موجود اصلا في الاغذيه موجود في الاسماك. طيب احيانا بيقال ان في بعض الادويه لازم يصاحبها بعض الادويه عشان تعمل مفعول زي الحديد وزي الكالسيوم. يعني لما تاخد دواء حديد لازم تشرب معاه حاجه كالسيوم عشان الجسم يمتصه بشكل جيد صح؟ لا الحديد والكالسيوم والزنك بيرسبوا بعض ما يتاخدوش مع بعض في نفس الوقت. ما يتاخدوش مع بعض يتاخدوا انا عايز اوصل للمعلومه دي يعني يرسبوا بعض. طيب ناخد لكن ازاي؟ مثلا نتداول ازاي الفيتامينات الحديد مع فيتامين سي، فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. الحديد مع فيتامين سي احنا عارفين يفضح مثلا الطفل بعد اي وجبه يشرب عصير برتقانه او عصير ليمون تمام ماشي لانه يساعد على امتصاص الحديد اللي في الوجبه. يعني لو كان وجبه يعني مامته تعبانه فيها وعامله اكل كويس فبلاش الشاي والمعرفش خلينا فيتامين سي عشان الحديد. الشاي يرسب الحديد تمام. ماده في ماده تانيك اسيد دي ترسب الحديد ما تخليش الطفل يستفيد بيه. طيب فيتامين سي يساعد على امتصاصه. طيب تمام. ايه تاني غير الحديد والفيتامين؟ الزنك والحديد ما يتاخدوش مع بعض. زنك وحديد زنك وحديد كالسيوم ما يتاخدوش مع بعض وكالسيوم فبنحاول حتى لو في طفل عنده نقص كالسيوم نقص حديد نقول له ادي الكالسيوم الصبح مثلا والحديد بالليل مش في نفس الجرعه مش في نفس الوقت. واحنا اكتر ناس بنحب ناخد الدواء مره واحده هنا مثلا يعني 10 5 كبسولات مره واحده او لا ادي شراب الزنك بالليل مثلا والحديد الصبح. ايه الحاجات اللي بتسهر والحاجات يعني في بعض الفيتامينات اللي احنا غافلين عن ان هي بتسهر وتيجي يقول لك انا طول الليل ما عرفتش انام يعني ايه الحاجات اللي ما تتاخدش بالليل؟ بصي هو الفيتامينات هي عموما ما بتسهرش لكن هي المنبهات زي النسكافيه طبعا وده الموضه اللي طالعه في لا بيقولوا انت لو اخدت الحديد بالليل ما تنامش لا بيعمل اضطراب في المعده والكالسيوم بيعمل اضطراب معوي شويه لكن مش السهر قوي يعني مش ارق يعني مش ارق. طيب دكتور غير عسل النحل وغير الثوم يعني الزنك والاوميجا 3 اللي في الزيوت ماشي وحاجه اسمها الجينسنج ده برضو عشب
قوي جدا للعلاج المناعي. جينسينج انا سمعنا جينسينج ده زمان عن الشعر، الشعر وال والقوة الجنسية والمناعة والتنس. شعر وقوة جنسية ومناعة. الجينسينج اللي هو الأعشاب العادية ولا بكبسولات برضه؟ فيها بينا كبسولات ومنها أعشاب عند الطبيب. طيب انا مثلا مش انا يعني كمشاهد يعني انا دلوقتي سامعاكم بتتكلموا عن الجهاز المناعي وقلقت لان انا ما باكلش كويس وما بتغذاش كويس، فعايزه امشي على التراك الصح عشان اوصل لجهاز مناعي صح اللي احنا بنقول عليه ده. طيب من البدايه الطفل رضاعه طبيعيه اول سنه على الاقل، هم سنتين طبعا، اول سنه بدون ادخال اي اغذيه صلبه ماشي، بالذات اول 6 اشهر ده طبعا بيكون جهاز المناعه تماما. ادخال اجسام صلبه بيؤدي تحور في جهاز المناعه للطفل وظهور امراض مناعيه. تمام. ده مرحله الرضاعه ومرحله النمو. بعد كده العناصر الغذائيه الام بتديها للطفل، الاسماك، العسل النحل اليومي، فيتامين سي، الحديد، كل الحاجات دي بتبني جسم الطفل وتبني لما يكبر يوصل مرحله الشباب يبقى جسمه مناعته تبقى كويسه جدا ومصابش بالامراض المناعيه المختلفه. طيب واخيرا بقى علاج الجهاز المناعي بياخد فتره قد ايه؟ الكورس مثلا؟ ما هو لو هو مرض مناعي مرتبط بعامل وراثي نقص ده مش ملوش علاج الا ان هو ياخد على طول العمر اجسام مضاده في صوره حقن. تمام. لو هو ضعف مناعه بسبب تغذيه يبقى علاجه التغذيه السليمه. لو احنا عايزين نحافظ جهاز مناعه ضد مرض معين نطعمه ضد المرض ده. يعني مثلا انا ابني خايف يجيله جدير مائي، انا بطعمه ضد جدير مائي فيتكون ضده اجسام مضاده ضد الجديري فما يجيلوش جدير مائي. خايف يجيله التهاب كبدي الف، خلاص هو ما عندوش اجسام مضاده ضده، لو جاله هيجيله المرض. فاقوم انا مطعمه المرض نفسه في صوره فيروس ميت فيكون اجسام مضاده ضده، فبالتالي لما يصاب ما يحصلوش اعراض المرض. ده برضه طرق من طرق تحفيز جهاز المناعه ضد المسبب نفسه. طيب دكتور لو احنا بنتكلم عن اهم التطعيمات اللي المفروض ناخدها اليومين دول، امراض الصيف انت بتقولي الحلقه الجايه امراض الصيف. امراض الصيف طبعا التهاب الكبدي الف الاطفال، الجدير المائي، دول منتشرين جدا الفتره ديت ودول تطعيماتهم متوفره. هي مش امراض، هي امراض خطيره بس مش مميته. التهاب كبدي الف والجدير المائي ده كبار وصغيرين؟ دول الكبار طبعا لو هم خدوه قبل كده خلاص، لكن انا بتكلم على الاطفال اللي هم لسه ما خدوهوش. نعم دول اهم التطعيمات دلوقتي اللي عشان هي مش تبع وزاره الصحه، تبع اي مركز تطعيمات، المراكز الخاصه او اللي هي مش تطعيمات مدعمه يعني. نعم طيب دكتور نصيحه اخيره. تغذيه تساوي مناعه. تغذيه تساوي